المحاضره النهارده بعنوان حاجه اسمها فيسيولوجي اوف فينس سيركوليشن. فيسيولوجي اوف فينس سيركوليشن، زي ما احنا متعودين دايما ببدا بحاجه اسمها ايه، انترودكتوري كيس، ومن خلالها ادخل للموضوع. لو بصيت نعمل اللي يبقى هنتكلم عن الانترودكتوري كيس. الحاله بتاعتنا، بص على الصوره، والصوره دايما ب 1000 كلمه. هتلاقي في شخص هو كان قاعد فجاه وقف. مش بتحصل يا جماعه اوقات كتير تكون قاعد تيجي تقف تحس انك دايخ، تكون نايم وتيجي تقف تحس انك دايخ؟ بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل، وكوما الاول في الفلايه. فالحاله بتقول لي ايه؟ A 43 year old male، واحد عنده 43 سنه، ماله؟ اشتكى من هيبك، في صداع، دراوزنس، مدروخ، بلورد فيجن، في زغلله في عينيه، نوزيا وكونفيوجن. نوزيا يعني ايه؟ حاسس انه عايز يرجع، وكونفيوجن يعني الدنيا مش واضحه قدامه، ملخبط. انت اون سادن ستاندنج فروم لاينج داون، يعني كان نايم مستلقي على الارض، فجاه وقف، حس بدوخه والدنيا زغلله في عينيه ومش فايق وكانه هيقع في الارض. الحاله اتقال له ان دي حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن. الدكتور قال له دي حاله اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني الضغط انخفض نتيجه تغيير وضع الجسم. المريض قال للدكتور يا دكتور على فكره الاعراض ده هي ما بتحصلليش وانا بعوم، يعني انا مثلا لو انا بعوم على وش الميه كده مثلا وبعدين وقفت كده في الميه ما بتجيليش الدوخه دي. الحاجات اللي بالاحمر ديت انا عايز افهمها بقى في المحاضره. عايز افهم ليه لما الواحد يكون مستلقي لاينج داون ليه لما بيقف فجاه بيحصل الاعراض دي. عايز افهم يعني ايه اورثوستاتيك هايبوتنشن. عايز افهم لو الواحد بيعوم في الميه او واقف في الميه ما يحصلوش اورثوستاتيك هايبوتنشن. او بمعنى اخر، كنت انا بشرحها لزميلكم زمايلكم السنه اللي فاتت، كنت اقول لهم هو راح للدكتور بيشتكي له، بيقول له والله او هي بتقعد الدكتور بتقول له والله يا دكتور انا لما اكون مستلقي على الارض اجي اقف فجاه بحس بزغلله ودوخه وكاني قاعد في الارض، بعد شويه بفوق. انا قال لها يا بنتي دي عندك اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني معناها ضغطك بيوطى نتيجه تغيير وضع الجسم، ودي لها اسباب كتير. قالت له طب يا دكتور انا رايحه المصيف في الاسبوع الجاي، انا خايفه انزل في الميه تحصل لي الحاله ديت فاغرق. فطمنها، قال لها لا ما تخافيش، وانت بتعومي في الميه مش هيحصل لك اورثوستاتيك هايبوتنشن. فنفسرها ازاي؟ كنت بقولها كده او نقولها ان المريض قال انه ما بتحصلوش في الميه. عايز افهمها ليه وهو بيعوم في الميه ما يحصلوش اورثوستاتيك هايبوتنشن. ده موضوع محاضره النهارده. الاهداف، ركزوا معايا بقى، بطلع الاهداف. وزي ما قلت لزمايلكم، زي ما بقول هنمشي بنظام جديد المره دي، هنشرح عادي بس هنختار حد منكم. انا هقول له الاهداف دي كلها مهمه، هختار له هدف مهم جدا، انا عارف انه مهم جدا وبيتكرر كتير في الامتحانات. هقول من البدايه اهو، هسمي شخص ما، هقول في الوقت الفلاني بعد ما اخلص شرح جزئيه، بدل ما ناخد بريك والناس تخرج والناس تيجي ونضيع وقت على الفاضي، لا، الوقت ده اللي انا قلت لها او اللي قلت له ومشرح الجزئيه ديت هيجي يقف يشرحها كان انا واقف بالظبط، وهيجيب الداتا شو ويقرا منها ويشرح كان انا اللي بشرح، ونشوف فين حاجه ولا لا، ونشوف الناس اللي قاعده عندها تعليق ولا ما عندهاش. خلاص؟ وبقول دي ليها ميزه في ايه؟ انك انت الشخص اللي بيشتغل دهوت زمايله هيصوروه ويحطوها في البورتفوليو بتاعه. مش ده مطلوب منكم يا جماعه اكتيفيتي؟ زائد انها تثبت لك معلومه. ركزي بقى يا رونا، انا هقول لك الهدف اللي انت هتقومي تقوليه. نقطه من اهم نقاط المحاضره اللي هي الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت. اعرفيها. ماشي؟ تعرفها كويس لانك هتقوليها، لانها مهمه، مهمه يا رونا، ماشي؟ ومهمه لكم جميعا. خلاص؟ نبدا بقى يلا الاهداف بتاعتي. اول حاجه ديسكرايب سنترال فينس بريشر، من الاسئله المتكرره جدا كان سي كيو، سؤال قصير. الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت اللي رونا هتقوم تقولها لنا بعد ما نخلص. ماشي؟ مهمه قوي. ليست ميكانيزمز ذات ايد فينس ريتيرن ان ستاندنج بوزيشن اجينست جرافيتي، يعني انت واقف كده ازاي الدم بيرجع للقلب اجينست جرافيتي، عكس الجاذبيه الارضيه. دي من الاهداف المهمه برضه. ثم اخيرا اكسبلين فالزلفاز منوف. بصراحه الاربع اهداف ما يتخاروش عن بعض، كل هدف منهم مهم ويتسير كتير. رونا ان شاء الله بعد ما نخلص جزء معين هقول لها يا رونا قومي قولي لنا ايه الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت. متفقين يا رونا؟ تمام، نتوكل على الله.
يلا يا جماعه، اول حاجه هنبدا في الفينس سيركوليشن. متعودين مع بعض ان انا بعمل لنفسي ايه؟ مايند ماب. عايز اعرف ايه في الفينس سيركوليشن؟ عايز اعرف ديفينيشن، يعني ايه فينس سيركوليشن؟ ثم ايه هي الفانكشنز بتاعت الفين؟ ثم ايه هي الفينس بريشرز؟ ثم ايه الايفكت اوف جرافيتي على الفينس سيستم؟ ثم الميكانيزم الذاتي فينس ريتيرن اجينست جرافيتي، يعني ازاي الدم بيرجع للقلب عكس الجاذبيه الارضيه. ثم حاجه اسمها فالزالفاز مانوفر، مهمه جدا، هنفهم يعني ايه فالزالفاز مانوفر، هتسمعوا عنها كتير سواء في الكاردو فاسكولار او هتسمعوا عنها في الريسبيريشن. نتوكل على الله ونبدا باول حاجه الفين. يعني ايه فين؟ لما نيجي نتكلم على السيركوليشن نفتكر مع بعض علشان حد فينا يدينا ديفينيشن للفين. السيستميك سيركوليشن ان جنرال او جنرال سيركوليشن، مش ابتدي اسمع يا ابني، من الليفت سايد اوف ذا هارت، من الليفت فينتريكل، الاورطة، ثم لارج ارتري، سمول ميديم سايز ارتري، سمول ارتري، ثم ارتريول، ثم كابيلاري، ثم ها فينيول، ثم فين لارج فين، روح للايه للرايت سايد اوف ذا هارت. مش ديش جنرال سيركوليشن؟ تمام. يعني خلي بالك الفين عبارة عن بلاد فيسل، بينقل الدم منين؟ هل من القلب للبريفري ولا من البريفري للقلب؟ من البريفري للقلب. يبقى ده أول حاجة عندي ديفينيشن. الفينز ار بلاد فيسلز ان ريتش بلاد از فلو منين أو دايركتد فين؟ توورد ذا هارت. في أي مشكلة كده يا جماعة؟ كلام جميل. طب إيه هي الفانكشنز أوف فين؟ عايز أسمع آرائكم اللي تودي في داهية. الفينز إيه الفانكشنز بتاعت الفين؟ يا محمد. محمد إيه يا محمد؟ محمد ايه؟ هشام. علي صوتك. محمد هشام. قول يا محمد، ايه هي الفانكشن بتاعت الفين؟ من الديفينيشن الاول، من الديفينيشن، مش انا بقول لك بلاد فيسل بيشيل الدم للهارت؟ يبقى اول وظيفه انه هينقل الدم للهارت من البريفري. طب تاني وظيفه، مين شاطر يقول؟ اسمك ايه؟ اه اكرم، قول يا اكرم. جدع. ها ايه تاني؟ اشتغل كبلاد ريزرفوار، ستورج اوف بلاد. تمام. ايه كمان؟ مين يقول؟ اي حاجه، قول اي حاجه تخطر ببالك. ها قول يا محمد. المحاضره اللي فاتت دخلنا انه بيعمل درجه حراره حقت الاتموسفير نانو في الـ في الخشوم هنا بيكون في فيزز، هو بيعمل على تعديل درجه الحراره. بس ده كابيلاري مش الفين، كابيلاريز اللي موجوده في النوز، انت تقصد كده صح؟ اللي هي النون ريسبيراتوري فانكشن. دي كابيلاز مش الفين، انا ما بتكلمش على الفين، ما بتكلمش على الكابيلا، بتكلم على الفين. طب نبص على الصوره دي، والصوره يا جماعه ايه؟ ب 1000 كلمه. نبص على الصوره، اسمع يا ابني كده. انا عندي الهارت اهو، تو اتري او تو فينتركلز. ادى الفين اهو جاي من البريفري، احنا عارفين ادى الارتر طالع من الرايت سايد، من الليفت سايد اللي هو الاورطة، مشينا لحد ما وصلنا الارتريول، ثم كابيلاري، ثم فينيول، ثم فين، لحد ما وصلنا لايه؟ الرايت سايد اوف ذا هارت. اول وظيفه ان تعمل درينج، تسحب الدم من التشو في اتجاه مين؟ القلب. يبقى درينج اوف بلاد فروم اول تشوز تو ذا ايه؟ تو ذا هارت. كلام جميل. الارتري بشبهها، الارتري فين بشبههم بايه؟ الارتري بشبهه بانبوبه الميه اللي داخله البيت عشان تغذي البيت ميه. الحنفيه هي الكابيلاري. المجاري، اتفضل، المجاري هي الفين صح؟ علشان تعمل درينج، تاخد التصفيه الميه. كلام جميل. يبقى اول وظيفه درينج اوف بلاد فروم اول تيشوز تو ذا هارت. تاني وظيفه زي ما زميلكم قال، الفين ار كاباسيتنس فيسلز. كاباسيتنس يعني ايه؟ لها المقدره انها تخزن كميه كبيره من الدم وزاوت تشين ماركت تشينج ان اتس بريشر، وبالتالي بتستخدم كبلاد ريزرفوار. يعني مثلا لو انا حبيت اخد دم من واحد هيتبرع بدم، بجزء من دمه، باخد الدم من الارتري ولا من الفين ولا من الكابيلاري؟ يا ظالم، ده انا لسه بتكلم على الفين، دي كارثه. بصوا يا جماعه، انا بسحب دم من الفين لانه كاباسيتنس فيس، اقدر اسحب كميه كبيره وما يتغيرش البريشر جواه. طب لما باجي انقل الدم للعيان بنقله للفين برضه، انت عارف لو انا نقلت سحبت كميه دم من ارتري، كل ملي دم، انت عارف كل ملي دم بسحبه من ارتري بيقلل لي البلاد بريشر 1 ملليمتر مركب. يعني متخيل لو انت سحبت
10 مللي ده اللي هيقلل لك البلاد بريشر 10 ملم مركر. فانت عايز تسحب 300 مللي دم من الارتري بتموت العيان، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي الفينز اكت از ايه؟ كاباسيتانس فيسل، مهمه كبلاد ريزرفوار، ستورج اوف بلاد. بلاقي 65% من السيركوليتنج بلاد موجود في الفينز، كلام جميل. تالت حاجه، هذه الفينز لو تفتكروا قبل كده وسمعناها في البلاد بريشر وسمعناها في ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريوز وسمعناها في الكاردياك اوتبوت، ان الفينز ممكن يحصل فيها فينو كونستريكشن، صح؟ ويحصل فينو دايلاتيشن. اولا الفين عباره عن كاباسيتانس فيسل، صح؟ يعني عامل زي السفنجه مخزن الميه، مخزن دم. السفنجه لو ضغطت عليها وعصرتها مش بتفضي الميه اللي فيها؟ او الفين لو انا عملت فينو كونستريكشن اكن بعصر الفين كده، هيزق الدم ناحيه القلب، يعني يزود الفينس ريتيرن، وبالتالي يزود الكاردياك اوتبوت على النقيض. لو انا عملت دايلاتيشن للفين هخليه ايه؟ يسحب كميه دم كتير، فيقلل الفينس ريتيرن ويقلل الكاردياك اوتبوت. يبقى الوظيفه الثالثه كان كونستريكت اور دايليت، وبالتالي هياثر على الكنترول اوف فينس ريتيرن اند كاردياك اوتبوت. الوظيفه رقم اربعه، دايما بننصح الستات وهي واقفه في المطبخ اتحركي، ما تقفيش وانت واقفه في المطبخ، انا الدم كيس ثابته ساعتين من غير حركه، رجلك هتورم، هيحصل دوالي في الرجلين. لازم تتحرك. تتحرك ليه؟ لان العضلات اللي حوالين الفين اما بتكونتراكت بتعصر الفين، فتخليه يضخ الدم بعيد، ما يتكونش فيه الدم. لو الدم متكون فيه هيزيد البريشر جواه، ويحصل ايه؟ حاجه اسمها فاريكوز فين، الفينز تبقى يحصل فيها دوالي. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى في حاجه اسمها فينس بامب بتعمل بلاد بروبيلنج، بتزق الدم عن طريق ايه؟ المصل كونتراكشن اللي حواليه، خلاص. والبريفرال فينز بتمتاز بان فيها حاجه اسمها ايه؟ فالفس. الفالف ده هي الصمامات بتتحكم في سريان الدم منين؟ في اتجاه واحد، في اتجاه القلب. الوظيفه الخامسه اللي هي ريجوليشن اوف ايه؟ اوف كاردياك اوتبوت وفينس ريتيرن. مش احنا متفقين يا جماعه واحنا بنتكلم في الكاردياك اوتبوت ريجوليشن لازم يكون في بالانس، وكلام اكيد الكلام ده في البلاد بريشر، في بالانس ما بين الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. زياده الفينس ريتيرن تزود الكاردياك اوتبوت، نقص الفينس ريتيرن يقلل الكاردياك اوتبوت. يبقى دي سيمبلي الفانكشنز بتاعت الفينز. يبقى اما ارجع كده اهو، ادي الفانكشنز بتاعت الفين اهي، درينج اوف بلاد فروم اول تيشوز تو ذا هارت، تاني حاجه ستورج اوف بلاد لانها كاباسيتانس فيسلز، بلاقي الفينز كان اكوموديت تتاقلم وتقدر تخزن 65% اوف ذا سيركوليتنج بلاد، وبالتالي ذيس الاو ذا فين الفينس سيركوليشن تو اكت از ايه؟ ها؟ بلاد ريزرفوار. من الحاجات اللي هناخدها كفينس كبلاد ريزرفوار برضك البلمونري سيركوليشن، دي لها محاضره منفصله لوحدها ان شاء الله، ماشي في المديول ده ان شاء الله. البلمونري سيركوليشن اكت از بلاد ريزرفوار برضك، كلام جميل. وبقول انها تقدر تخزن دم كميه كبيره ات لو بريشر، يعني ما بيحصلش تغير للبريشر جواها في الفينز. وبالتالي لو حبيت اسحب دم من بني ادم، يعني شخص يتبرع بدمه، يبقى انا هاخد منين؟ من الفين. طب شخص عايز اديله دم هنقل له للفين. طب واحد يقول لي يا دكتور بس انا اعرف ان في بعض الناس بتعمل تحاليل في الارتري ارتريال بلاد سامبل، اقول لك بتبقى عينه صغيره جدا بالكتير 5 سنتي، بالكتير قوي 10 سنتي، ما اخدش كتير، لان كل ملي انا هسحبه هنقص البلاد بريشر 1 ملم مركري. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام جميل. ان من الوظائف برضك زي اركبه بالاوف ايه؟ كونستريكتنج اور انلارج زي ما موجود في الصوره، فبالتالي يتحكم في الفينس ريتيرن والكارديك اوت بوت، يعني جابت الفانكشن الاخيره اللي هي ريجوليشن اوف كارديك اوت بوت، ثم نتيجه المسل بامب والفينس بامب اللي موجوده بتقدر تعمل بروبيلنج للدم في اتجاه القلب، يعني بتزود الفينس ريتيرن. في اي مشكله في الفانكشنز اوف فينس؟ كلام جميل. طيب النقطة اللي بعد كده، حاجة اسمها الفينس بريشرز، إيه أنواع الفينس بريشر؟ عندي نوعين، حاجة اسمها بريفرال فينس بريشر وحاجة اسمها سنترال فينس بريشر. السنترال فينس بريشر جبنا سيرته قبل كده، جبنا سيرته فين؟ لما قلت لكم إيه؟
هنجيب سيرته تاني منفصل، وقلنا بيجي كتير في الامتحانات. جبنا سيرته فين؟ فاكرين معادلة الفينس ريتيرن؟ لما كنت بقول الفينس ريتيرن بيساوي المين سيستميك فيلينج بريشر اطرح منه الرايت اتريال بريشر او السنترال فينس بريشر على الريزيستنت اوف فينس ريتيرن. فاكرين المعادلة دي يا جماعة؟ قلت لكم السنترال فينس بريشر مهم جدا، بيصير كتير في الامتحانات كسؤال قصير او اسئلة ام اس كيو. ثم حاجة اسمها بريفرال فينس بريشر. طب هبدأ بالسنترال فينس بريشر اللي هو الرايت اتريال بريشر، واكيد جبنا سيرته واحنا بنتكلم في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اللي هو بقول عليها ارتيريال بارو ريسبتور. فاكرين يا جماعه؟ الله يرحمها. طب السنترال فينس بريشر او الرايت اتريال بريشر يهمني اعرف الاتي، ركز عشان ده سؤال بيتكرر كاسئله قصيره. يهمني اعرف ديفينيشن يعني ايه سنترال فينس بريشر، النورمال فاليو ارقام تتحفظ، الريجوليشن ايه اللي يزوده وايه اللي يقلله، ايه اهميه الرايت اتريال بريشر او سنترال فينس بريشر. اولا ديفينيشن يعني ايه سنترال فينس بريشر، هو اسم الدلع الثاني اللي هو الرايت اتريال بريشر، يعني معناها هو البريشر بريزنت ان ذا رايت اتريان اند لارج فينز اوبننج انتو ات. طب ليه؟ ليه البريشر جوه الرايت اتريان بيساوي البريشر جوه اللارج فينز اللي بيدخلوا على الرايت اتريان؟ مين شاطر يقول؟ ما هو ليه ليه؟ ليه؟ يعني انت عندك ده هارت وداخل له ايه؟ ماسك فيه بلاد فيسل. يعني المنطق يقول ان البريشر جوه البلاد فيسل اللي داخل للقلب جوه الفين هيختلف عن اللي موجود فين؟ في الرايت اتريا. طب ليه البريشر في الاثنين واحد؟ علشان ايه؟ جدع جدع شاطر، سقفوا له يا جماعه. سقفوا له. لان مفيش فالف ما بين الاثنين، فالبريشر اللي موجود في السنترال فينس بريشر هو هو البريشر اللي موجود في اللارج فين اللي داخل على الرايت اتري. وضحت الصوره يا جماعه؟ مفيش فالف ما بين. كلام كويس. طب النورمال فاليو قلنا من 0 ل 4 ملم ميرك، اتكلمنا عنها في الكاردياك سايكل، فاكرينها يا جماعه؟ واتكلمنا عنها في الفينس ريتيرن في المعادله اللي لسه قايلينها. طب الريجوليشن، السنترال فينس بريشر بيحصل له ريجوليشن باتزان ما بين حاجتين، الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. الرايت اتريال بريشر الدم بيروح له كفينس ريتيرن، والرايت اتريال بريشر الدم هينزل منه من الرايت اتريال في اتجاه مين؟ الرايت فينتريكل، ومنه هيطلع البلاد، صح ولا ايه؟ يبقى بالتالي ركزوا معايا في الحته دي، هرسمها لكم رسمه صغيره عشان تتخيلوا الكلام. القلم ده بيرسم تمام، في نمسح دي ماشي مفيش مشكلة. ركز معايا يا ابني، ادي الهارت اهو، الهارت اهو، ده الهارت، ده الرايت سايد اوف ذا هارت. هنا سوبيريور فينا كيفا وادا انفيريور فينا كيفا. خلينا في الانفيريور فينا كيفا، الدم جاي داخل على الانفيريور فينا كيفا ومنه للرايت سايد اوف ذا هارت، وده الرايت اتريال بريشر. ثم الدم هينزل من الرايت اتريال من خلال الاف فالف يروح للرايت فينتريك، ماشي، ومن الرايت فينتريك من خلال البلمونري ارتري يروح للايه؟ يحصل ايجيكشن اوف بلاد. الدم اللي داخل للرايت اتريال بقول عليه فينس ريتيرن، والدم اللي خارج من الايه الرايت فينتريكل بقول عليه كاردياك اوت بوت، صح ولا لا؟ كلام جميل. طيب ركز معايا، الرايت اتريال بريشر لو زاد الفينس ريتيرن، يعني الدم اللي رايح للرايت ايه اتريال زاد، الرايت اتريال بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيزيد. طيب لو الكاردياك اوت بوت زادت، الرايت اتريال بريشر يحصل في ايه؟ يقل. ليه؟ لان لو الدم انضخ بكميه كبيره هيتسحب الدم بسرعه من هنا، فيقل الرايت اتريال بريشر. وبالتالي الرايت اتريال بريشر او السنترال فينس بريشر بيتاثر بالبالانس بالاتزان ما بين الايه؟ الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. اللي يزود الرايت اتريال بريشر او السنترال فينس بريشر يا اما زياده الفينس ريتيرن يا نقص الكاردياك اوتبوت، والعكس صحيح. اللي يقلل السنترال فينس بريشر ان الفينس ريتيرن يقل او الكاردياك اوتبوت ايه؟ تزيد.
يبقى دي الريجيوليشن اهي. السنترال فينس بريشر از انكريزد، ممكن يوصل لكام؟ ل 20 ل 30 ملم مركري. انا قلت نورمال كام؟ من 0 ل 4. طب يوصل ل 20 ل 30 امتى؟ في حاله من اثنين. خلي بالكوا عشان الحاجات دي بتتسال ام اس كيو غير سؤال النظري. يا اما زياده الفينس ريتيرن، والفينس ريتيرن يزيد امتى؟ لو زاد البلاد فوليوم، لما كميه الدم تزيد يبقى الدم اللي رايح القلب هيزيد. كل كتير، تشرب كتير، تروح الحمام كتير. نعم. في مليون حاجه بيتاثر بيها، مش انسبيريشن واكسبيريشن بس. ما هو الانسبيريشن هيزود الفينس ريتيرن وبالتالي يزود السنترال فينس بريشر. بصوا يا جماعه، في حاجات كتير جدا تاثر، مش ده بس. ماشي، الحاجه اللي تزود الفينس ريتيرن هتزود السنترال فينس بريشر، الانسبيريشن هيزود الفينس ريتيرن يبقى يزود السنترال فينس بريشر، الاكسبيريشن هيقلل الفينس ريتيرن فيقلل السنترال فينس بريشر. طيب تاني حاجه الفينو كونستريكشن، لما اعمل فينو كونستريكشن زودت انا الفينس ريتيرن فهيزيد مين؟ السنترال فينس بريشر. الفازو دايلاتيشن، الارتريول لو دايليتد، وانا قلت لكم قبل كده الارتريول بيشتغل وكانه حنفيه، لما افتحه يبقى الدم اللي رايح للفينس سايد زاد، يعني يزيد الفينس ريتيرن. يعني لو زاد الفينس ريتيرن سواء نتيجه زياده البلاد فوليوم او نتيجه الفينو كونستريكشن او الفازو دايلاتيشن، كل دهوت هيزود لي السنترال فينس بريشر. او لو قل الكاردياك اوتبوت زي حالات الكونجستيف هارت فيلير، القلب فاشل انه يضخ الدم، فالدم بيتكون فيه، فالدم تخيل الايه، الدم بيتكون في الفنتركل فبيرتجع على مين؟ على الرايت اتريوم، فبيرفع البريشر في الرايت اتريوم. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى دي الحاجات اللي تزود السنترال فينس بريشر. طيب ايه اللي يقلل السنترال فينس بريشر ويقلله؟ ممكن يوصل لناقص 3 او ناقص 5 ملم مركري. كلام جميل، شاطر. هجيب الرسمه الاولانيه ديت وركز، لان الكلمه دي انا قلتها المره اللي فاتت. ركز معايا، ادا ارتريول، انا راسم الرسمه عشان لو حد سال السؤال ده. ادا الارتريول، ادا الكابيلاري، ادا الفينيول. ركز معايا بس، انا قلت لك الارتريول عامل زي الحنفيه، لو انا عملت فيه دايلاتيشن الدم هينتقل بسرعه من الارتري للفين فيزيد الفينس ريتيرن. طب لو انا قفلته عملت فازو كونستريكشن الدم هيقل للفينس سايت فيقل للفينس ريتيرن. واضحه يا ابني؟ كلام جميل. طيب نكمل بقى، ايه اللي يقلل الايه؟ كنا بنتكلم في السنترال فينس بريشر، ايه اللي يقلل السنترال فينس بريشر؟ لو قل الفينس ريتيرن. زي ايه؟ زي في نقص البلاد فوليوم، واحد مثلا لا قدر الله تعرض لحادثه ونزف دم، عنده هيمورج نزيف، قلل البلاد فوليوم فيقل الفينس ريتيرن فيقل السنترال فينس بريشر. طب ايه اهميه السنترال فينس بريشر؟ السنترال فينس بريشر ده اللي هو البريشر اللي في الرايت اتريوم اهميته ايه؟ ايه رايكم؟ لو السنترال فينس بريشر زايد قوي مش هيقاوم رجوع الدم للهارت؟ صح ولا لا؟ طيب لو الفينس ريتيرن زاد مش هيزود كميه الدم اللي راجع للقلب؟ يعني في بالانس ما بين الفينس ريتيرن، زي ما قلنا المعادله، الفينس ريتيرن بيساوي ايه؟ مين سيستميك فيلنج بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنت اوف فينس ريتيرن. فلو زاد المين سيستميك فيلنج بريشر، لو زاد المين سيستميك فيلنج بريشر يزيد الفينس ريتيرن، لو زاد الرايت اتريال بريشر هيقل الفينس ريتيرن. طب لو زاد الفينس ريتيرن معناها هيزيد الدم اللي رايح للقلب، يعني هيزيد الكاردياك فيلنج. وبالتالي بقول ان ده عباره عن ديترمايننج فورس اوف فينس ريتيرن، القوه المحدده للفينس ريتيرن الدم اللي راجع للقلب، عن طريق قانون بيقول لي احفظ القانون عشان بيصير مسكيو، حاجه اسمها ترانس نيورال بريشر، او اسم الدلع بتاعه الفيلنج بريشر فور ذا هارت. القوه اللي هتساعد في ملء الدم هي الفرق ما بين حاجتين، حاجه اسمها السنترال فينس بريشر اللي هو البريشر اللي في الرايت اتريوم، والانترا ثوراسيك بريشر اللي هو البريشر اللي جوه الثوراكس، اللي هو البريشر اللي جوه الايه؟ الثوراكس. هو في الطبيعي نيجاتيف، صح ولا ايه؟ فالفرق اللي بين الاثنين هو الدرايفنج فورس فور بلاد فيلنج فور كاردياك فيلنج. تاني حاجه ابقى فاهم ان هذا السنترال فينس بريشر هو الفورس ويتش فيلز ذا فنتركل، هو القوه اللي هتساعد في ملء الفنتركل. لان خلي بالك ان السنترال فينس بريشر يعلى
انا اقول مثلا الفنتركل وليكن البريجر في صفر مثلا في مرحله من الكاردياك سايكل، لما البريجر في الرايت اتريوم يزيد يبقى مثلا 5 مليمتر ميركري مع الجرافيتي هيقوم فاتح الايفي فالف ويعمل فيلنج للفنتركل، صح ولا لا؟ يبقى ده عباره عن البريجر او الفورس ويتش فيلز ذا فنتركل، بالاضافه لايه؟ لانه هو الفورس اللي مسؤول عن الفيلنج اوف ذا هارت عن طريق حاجه اسمها ترانس نيورال بريشر او الفيلنج بريشر اوف ذا هارت، اللي هي الفرق ما بين السنترال فينوس بريشر والانترا ايه؟ ثوراسيك بريشر. الانترا ثوراسيك بريشر لما ناخد الريسبيريشن ان شاء الله لها اسم دلع ثاني اسمها الانترا بلورال بريشر، اللي هو البريشر اللي جوه البلورا ده ناخدها في الريسبيريشن ان شاء الله ما تقلقوش. خلاص؟ ومن وظائف الانترا بلورال بريشر انه بيزود الفينوس ريتيرن. ما علينا. خلينا في المهم دلوقتي. السنترال فينوس بريشر عرفت ديفينيشن، عرفت النورمال فاليو، الريجوليشن، الفانكشن. طب البريفرال فينوس بريشر، الاول قبل ما اروح للسنترال فينوس بريشر للبريفرال فينوس بريشر ابص على الرسمه دي هتلاقيها مختصره الكلام اللي انا قلته. السنترال فينوس بريشر ابقى عارف ان النورمال فاليو من 0 ل 4 ملم مركري. عود نفسك لما ترسم رسمه تكتب فيها خلاصه اللي انت فهمته هيثبت في دماغك. يعني اعمل لنفسك ملخص بالذات للحاجات الاسئله الكومن. يعني انت عارف ان الحته دي بتسير كتاب نظري ذاكرها وفي ورقه وقلم كده واعمل لنفسك اختصارات. فالنورمال فاليو بتاع السنترال فينوس بريشر 0 ل 4 زي ما قلنا. ونتيجه ان نو فالفز ما بين الرايت اتريوم واللارج فينز بلاقي ان البريشر اللي في الرايت اتريوم هو هو في اللارج فينز اللي كونكتد له. النقطه اللي بعد كده ايه اللي يزود السنترال فينوس بريشر ويوصل له 20 ل 30؟ قلنا حاجه تزود الفينوس ريتيرن او حاجه تقلل الكاردياك اوتبوت زي ما قلنا. ايه اللي يقلل السنترال فينوس بريشر ويبقى ناقص 3 او ناقص 2 ناقص 3 ملم مركري؟ حاجات تقلل الفينوس ايه؟ ريتيرن. قلنا ان السنترال فينوس بريشر كفانكشن له هو الفورس ويتش فيلز ذا فينتركل. طيب السنترال فينوس بريشر ريجوليتد بواسطه ايه؟ بواسطه البالانس ما بين الفينوس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. وقلنا ان السنترال فينوس بريشر از ذا ديترمايننج فورس فور فينوس ريتيرن عن طريق ان الترانس نيورال بريشر بيساوي ايه؟ سنترال فينوس بريشر ناقص الانترا ثراسيك بريشر. دي رسمه بتختصر لي الكلام كله. ان انا عندي سنترال فينوس بريشر هو الرايت اتريال بريشر او البريشر جوه اللارج فين اهو نتيجه ان مفيش صمامات بينهم. الريجوليشن بتاعته بتعتمد على بالانس ما بين فينوس ريتيرن وكاردياك اوتبوت، ايه اللي زوده ايه اللي قلله؟ والقانون اللي هو الترانس نيورال بريشر هو عباره عن ايه؟ في اي مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ واضحه؟ كلام كويس. طيب النقطه اللي بعد كده اللي هي البريفرال فينوس بريشر. البريفرال فينوس بريشر معناها ان البريشر اللي موجود في البريفرال ايه؟ في البريفرال فينز. احنا قلنا سنترال فينوس بريشر البريشر اللي موجود في الرايت اتريوم. طب البريشر اللي موجود في البريفرال فينز ده بقول عليه بريفرال فينوس بريشر. نورمالي بلاقيه 4 ل 7 ملم اكتر من السنترال فينوس بريشر، يعني بمعنى لو جيت اشوف الايه الفينيول مثلا اللي هو انا قلت المين سيستميك فيلنج بريشر بيعادل الفينيولار بريشر تقريبا كام ملم ميركري؟ 7. مش احنا قلنا كده يا جماعه 7 ملم ميركري اللي هو المين سيستميك فيلنج بريشر، فاكرينه ولا نسيناه؟ كان المين سيستميك فيلنج بريشر بيساوي 7 ملم ميركري، وده بيمثل فينيولار بريشر اللي هو البريفرال فينوس بريشر. السنترال فينوس بريشر كنا بنقول كام؟ من 0 ل 4. يعني معنى كده ان البريفرال فين البريشر فيه اعلى من السنترال فين تقريبا من 4 ل 7. ليه؟ يعني انا لو جيت اشوف كده، بصوا يا جماعه ركزوا معايا، ادي بريفرال فين هنا مثلا او بريفرال فين تحت او بريفرال فين في اي حته في جسمي، هلاقي الضغط فيه اعلى من السنترال فينوس بريشر. ليه؟ قال لي نتيجه ثلاث اسباب. الثلاث اسباب كل سبب منهم بيبقى فيه كومبريشن على بريفرال فين، عامل مخلي فيه مقاومه لان الدم يروح لفين؟ للهارت. يعني لو تخيلنا الصوره دي كده يا ابني، ادي الفين اهو رايح للرايت اتريا، لو جيت هنا في الفين هنا اهو في البريفر كده قمت عامل ايه؟ كومبريشن هنا، ضغط هنا ضيقناه. البريشر هنا يعلى ولا ما يعلاش في البريفري؟ يعلى. زي ما قلت لك لو انا عندي حنفيه وخرطوم والحنفيه بتنزل ميه بايه؟ ببطء.
قمت انا مضيع الخرطوم صح؟ علشان ايه؟ البريشر جواها يعلى فتلاقي الميه بتطلع لمسافه بعيده، مش ده اللي بنعمله؟ فبالتالي بلاقي ان البريشر جوه البريسال فين اعلى من السنترال فين بتقريبا 4 ل 7 مليمتر متري. سببه ايه؟ بريزنس اوف ميني بوينتس ات ويتش ريزيستنت تو بلاد فلو از بريزنت، يعني في مقاومه لسريان الدم. ممكن يكون سببها ايه؟ انترا ابدومينال بريشر ان ابدومينال فين، مش في ابدومينال فينز، في فينز ماشيه في الابدومين، والابدومينال بريشر البريشر جوه الابدومين عالي فهيضغط على الفينز يعمل لها سام سورت اوف ايه؟ كونستريكشن، تضيق فيرفع البريشر جوه البريفال فين. يعني انا عندي الابدومينال فين اهو جوه الابدومين، والابدومين الضغط فيها عالي هتضغط على الفين. يعني لو تخيلنا مثلا ابدومينال بريشر وليكن مثلا 10 مليمتر مركري جوه الابدومين مثلا، والفين وليكن مثلا ايه 7، يبقى تضغط عليه تعمل له كومبريشن ولا لا؟ تضغط عليه. يبقى ده اول سبب. ثاني سبب انجوليشن اوف ارم فينز اون ذا فيرست ريب. الفيرست ريب هنا الضلع الاولاني بلاقي الارم فين اللي هو الفين اللي بيعمل درينج للارم بيلف حواليه كده، بيعمل انجل عليه كده. اللفه ده اهي بتعمل سام سورت اوف ريزيستنس، مقاومه. يعني تخيل ايه؟ انت دلوقتي عندك جهاز الضغط، مش هروح بعيد. انت جربت تقيس الضغط صح؟ لو الخرطوم اللي هو بتاع القاف ده انتنى تيجي ترفع بيرفع معاك، محتاج تفرده. لو عندك خرطوم بترش بيه ميه وانتنى هتيجي تلاقي الميه وقفت، ليه؟ محتاج تفرد الخرطوم عشان الميه تمشي. فاللي يجي الفين عند الفيرست ريب ويلف حواليه كده بيعمل مقاومه ترفع البريشر في البريفال فين. تالت حاجه كولابسد نيك فينز باي اتموسفيريك بريشر. النيك فينز هنا اللي هي الايه الفينز بتاعت النيك البريشر جواها نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني اقل من الاتموسفيريك بريشر. هل انت نورمالي بتبص على الشخص تشوف الاورده بتاعته اللي في رقبته؟ لا. بس لو شفت، عارف الراجل اللي بيمسك المزمار ويقعد ينفخ، تيجي تشوف روقه هتلاقيها باينه قوي لان عامل فينس كونجيشن، احتقان في الاورده. والشخص اللي عنده هارت فيلير القلب مش شغال هتلاقي عنده فينس كونجيشن فالاورده محتقنه. لكن الشخص الطبيعي ما تشوفش الوريد في رقبته، ليه؟ لان البريشر جواه سالب، والاتموس يعني سالب يعني اقل من الاتموسفيريك بريشر، فالاتموسفيريك بريشر يضغط عليه. يبقى بالتالي ايه اللي بيرفع البريشر جوه البريفال فين؟ ان في حاجه ضغط عليها، اللي ضغط عليها ده مخلي الدم علشان يجي عشان عايز يعدي فبيرفع البريشر جوه البريفال فين الاول. يا اما يكون كومبريشن بزياده في الانترا ابدومينال بريشر على ابدومينال فين، يا اما انجليشن اوف ارم فين حوالين الفيرست ريب، او كولابسد نيك فينز باي اتموسفيريك ايه بريشر. طيب البريفال فينس بريشر ايه علاقته بالسنترال فينس بريشر؟ ركز معايا كده، بص يا ابني، انا عندي تخيل ده بريفال فين اهو. بصوا يا جماعه ده بريفال فين خلاص، وهنا السنترال فين هنا اللي هو او سنترال فينس بريشر اللي هو في الرايت اتريوم، وهنا البريفال فين البريشر فيه عالي، والفيصل الحته الفاصله اللي بينهم دي اللي فيها كونستريكشن او كومبريشن زي ما قلنا. ايه اللي يحصل لو زاد السنترال فينس بريشر؟ لو زاد السنترال فينس بريشر هيزود البريشر ايه اللي قبله. يعني انا هنا مثلا زاد السنترال فينس بريشر اهو، هنا زاد هيقاوم دخول الدم صح ولا لا؟ فهيرفع البريشر جوه اللارج فين هنا، فهيفتح الحته اللي ضيقه ولا لا؟ يعني هلاقي البريفال فينس بريشر مش هيزيد قبل ما نفتح الكومبريشنز. يبقى لو زاد الفين السنترال فينس بريشر هيفتح الارياز اوف كومبريشن الاول قبل ما يزيد البريفال فينس بريشر اهي. يبقى افكت اوف انكريز اوف سنترال فينس بريشر ان زياده السنترال فينس بريشر هيزود الاوبننج، هيعمل اوبننج اوف ذيس كومبريشنز اللي انا قلت عليها before increase in ايه؟ in peripheral venous pressure.
يبقى انا كده اتكلمت على الفينس بريشر سواء سنترال او بريفرال. نبص على البريفرال اهي، بص على الصوره دي، صوره جميله توضح لك لو مش باين. انا بقول ان البريفرال فينس بريشر اعلى من السنترال فينس بريشر، يعني البريشر جوه الفين هنا اعلى من البريشر جوه الايه الرايت اتريوم. طب ليه؟ قال لي لان انا في عندي ارياز اوف كومبريشن. اول واحده اهي ان الفينز ابدومينال فين كومبريسد باي انترا ابدومينال بريشر، فمخليه البريشر في الفين هنا اعلى من السنترال فينس بريشر. تاني حاجه عند الفيرست ريب انجليشن اوف ارم فينز على الفيرست ريب عامل سام سورت اوف كومبريشن. تالت حاجه الكولابسد نيك فينز عامله سام سورت اوف كومبريشن، فمخليه البريفرال فينس بريشر اهو اعلى من السنترال فينس بريشر. يبقى بريزنس اوف ذيس 3 كومبريشنز اللي انا قلت عليها يعني ما خلي فيه ريزيستنس تو بلاد فلو، وبالتالي البريفرال فينس بريشر اعلى من السنترال فينس بريشر. لو زاد السنترال فينس بريشر هيفتح الى هذه الكومبريشنز، يعني لما يزيد البريشر هنا هيزود ايه؟ هيمنع دخول الدم للايه؟ للرايت اتري، هيقلله، يحصل باك بريشر على الكومبريسد اريا فيفتحها قبل ما يزيد البريفرال فينس بريشر. واضحه يا جماعه؟ يبقى انا كده اتكلمت على السنترال فينس بريشر، البريفرال فينس بريشر مهم جدا. السنترال فينس بريشر بيتسال كاسئله قصيره شورت ايز، البريفرال والسنتر ممكن يتسال كاسئله مش فيها عادي. ايه المانع عشان انتوا غاليين علينا نسالك في البريفرال فينس بريشر كسؤال مقال قصير؟ ايه المشكله؟ طبعا بيأثروا على بعض. هم ده هو ده دلوقتي ايه؟ هو السنترال فينس بريشر عباره عن ايه؟ مش بريشر في الرايت اتريوم، والبريفرال فينس بريشر مش بريشر جوه الفينز اللي اللي ماشيه لحد لحد الايه؟ الرايت اتريوم، طبيعي ان يأثروا على بعض. لا افهمني، البريفرال فينس بريشر هيزيد بس امتى؟ لازم افتح الكومبريشنز الاول، لان الكومبريشنز دي منع ان الايه؟ ان البريفرال فينس بريشر يزيد قبل ما افتح. ماشي، هفتح الكومبريشنز دي بعد كده يبدا يزيد البريفرال فينس بريشر. الكومبريشنز دي حاجزه اي تغيير في البريفرال فينس بريشر. كلام جميل. بص، المين سيستميك فيلينج بريشر ماهوش في لا بني ادم حي ولا كائن حي حي، بيبقى في اكسبيرمنتال انيمال يكون مات. احنا بنموته بايه؟ باننا اصلا بنقفل اللارج فيسلز اللي ماسكه في القلب. وبقول لك ايه؟ بقول لك لو ده فرضا جدلا ان القلب مش شغال واقف وان السيركوليشن ثابته وما عادش فيها حركه، فالدم فالضغط الناجم عن ملء الاوعيه بالدم ده بقول عليه المين سيستميك فيلنج بريشر. وضحت؟ ده الافريج بريشر ان ذا سيركوليشن ان جنرال. انت 1 مينت افتر كلامبنج لارج فيسلز اتاتش تو ذا هارت، ودي مش في ليفنج انيمال. الفينس بريشر بتاع كائن حي، فالبريشر البريشر اللي موجود فين؟ في البريفرال فينز في كائن حي. وجدوا ان المين سيستميك فيلنج بريشر تقريبا 7 ملم ميركري بيساوي الفينيولار بريشر، القيمته 7 ملم ميركري برضه. وضحت؟ تمام. ركز معايا، ركز ركز ركز. بص يا ابني، انا عندي ده السنترال فينس بريشر اهو، والبريشر اللي في الفين اي فين بقول عليه بريفرال فينس بريشر. ماشي؟ قال لك في اماكن بتضغط على البريفرال فين. ماشي ماشي، ما ركز معايا. زودت فبترفع البريفرال فينس بريشر على السنترال فينس بريشر، دي مفهومه. اللي انت مش فاهمها بقى ان لما يزيد السنترال فينس بريشر ليه ما يزيدش البريفرال فينس بريشر؟ انت عايز تقول كده صح؟ بيزيد، بس بيزيد امتى؟ لازم افتح الكومبريشنز دي الاول. يعني بص، لما يزيد السنترال فينس بريشر خلاص هيعمل ايه؟ هيقلل الفينس ريتيرن. وضحت؟ فهيزيد الدم اللي موجود في البريفرال فين. البريفرال فين في حتت ضيقه فيه، خلاص الحتت الضيقه ده هي اما البريشر جوه الفين تفتح هي الاول. زي هفهمها لك بايه؟ انت عارف النفاخه الطويله اللي معموله اجزاء اللي هي ده اهي البالونه اللي هي دي، صح؟ انا دلوقتي كل ما انفخ هنا يعني معناها زودت السنترال فينس بريشر، بتعمل انت ايه؟
الجزء البريفري ده هو بتلاقيه صغير في الاول، صغير تده انك تنفخ كتير، تنفخ ده الاول وتوسع ده، تنفخ ده وتوسع ده لحد ما اوصل لدي، ده البريفر فينس بريشر. والله حته مثال جميل قوي، بريفر فينس بريشر. البريفر فين اهو، وده السنترال فينس بريشر. انت كل ما بتنفخ ما بتزودش ده، ما بتزودوش الا ايه، اما اما تهوي دي الاول اهو، ده اللي بيحصل. وضحت؟ اظن مثال رائع. وضحت؟ كلام جميل. بص الاسئله بتخلق حاجه، يعني فكره البالون لسه جايه في بالي دلوقتي، بس وضحت لك الصوره صح ولا ايه؟ كلام جميل. طيب لما اجي اتكلم على الايفكت اوف جرافيتي اون فينس سيستم، في حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن، حاجه اسمها فينس بريشر جريدينت، وحاجه اسمها هيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت. ركزي ماشي يا رونا، علشان الهيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت. اورثوستاتيك هايبوتنشن، فاكرين الحاله بتاعتنا يا جماعه؟ بص على الصوره، والصوره ب 1000 كلمه. شخص كان نايم اهو، لا ابوه ولا عليه، الدم كان ايكوالي ديستريبيوتد، متوزع صح؟ طب جه يقف فجأة، الدم حصل له بولنج في اللور لمب. ديت نفس الرسمة كانت في الايه؟ في الفاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت اللي اتاخدها خدتها كاس جي اس. هيأدي ليه؟ يبقى سادن ستاندنج، اسمع يا ابني، سادن ستاندنج فروم ايه؟ لاينج داون، هيأدي إلى بولنج أوف بلاد اللارج فينز في اللور لمب، فيقلل الفينس ريتيرن، فيقلل الكاردياك اوت بوت، فيقلل البلاد بريشر. دي بقول عليها اورثوستاتيك هايبوتنشن. اورثوستاتيك هايبوتنشن يعني ايه؟ كلمه اورثوستاتيك يعني ايه؟ هايبوتنشن يعني، هايبوتنشن يعني نقص في ضغط الدم، سببه تغير في وضع الجسم. كان نايم وبعدين وقف، قاعد وبعدين وقف. الميكانيزم اهي. يبقى when the person changes his position from lying down to erect position, blood shift to lower limb. ها نيجي التاوب كده يا جماعه عشان ما فيش دبان ولا حاجه يدخل، خلاص؟ هيؤدي لان الفينس ريتيرن يقل، والسنترال فينس ريتيرن يقل، والسنترال فينس بريشر يقل، والكاردياك اوت بوت يقل، فيؤدي الى هايبوتنشن. الهايبوتنشن هيعمل ايه؟ ديزي سنسيشن، مدروخ، دمينيش فيجن او بلورد فيجن، الدنيا مزغلله، ايفن فينتنج ممكن يغمى عليه. لكن سبحان الله بقى احنا عارفين حاجه اسمها البارو ريسبتورز. البارو ريسبتور هتحاول تعمل ايه؟ كومبنسيشن للهايبوتنشن. تعمل كومبنسيشن للهايبوتنشن ازاي؟ ايه اللي يحصل؟ البارو ريسبتور تشتغل ولا تبقى انهبيتد لما يبقى فيه هايبوتنشن؟ تشتغل ولا انهبيتد؟ ها؟ هتبقى انهبيتد يا شملول. هي اما تشتغل هتعمل انهبيشن صح؟ لكن لما تبقى انهبيتد يعني السمباثيتك يشتغل. نفي نفي اثبات. البارو ريسبتور اصلا بتعمل انهبيتوري امبلس، بتعمل فيجال ستيميليشن. لما يبقى في هايبوتنشن بيحصل انهبيشن للبارو ريسبتور، فالسمباثيتك يشتغل، فالسمباثيتك يعمل كومبنساتوري ميكانيزم. طيب فيروس تشينجز، ركز معايا بقى في الصوره اللي عندي دي او الجدول اللي عندي ده والصوره ب 1000 كلمه. ركز لان ده مهم جدا، ومهم يا رونا في الايه؟ في الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت. لو شخص ريكامبنت بوزيشن نايم وشخص ستاندنج بوزيشن، ركز معايا كده، في الليج فينز البريشر في الليج فينز قد ايه؟ 18 ملم مركر. ده في واحد نايم. طب واحد واقف على رجليه كده، شوف البريشر بيوصل لكام؟ من 80 ل 90، عالي قوي. يعني البريشر في اللور لمب بتوعك وانت واقف على رجليك كده بيبقى 90 ملم مركر. ولذلك لو دنيتك واقف مده طويله ممكن يحصل تورم في رجليك، او يحصل فاريكوز فين، دوالي في الرجلين. طيب في اللور ابدومن، لو واحد مستلقي كده ريكامبنت بوزيشن، هتلاقي الابدومينال بريشر ايه؟ الفينس بريشر 12 ملم مركر. لكن لو واحد واقف اريكت بوزيشن كده هتلاقيه 20. طب ركز بقى عند الايه؟ الابر ابدومينال فينز، شوف البريشر ماله ثابت في الاثنين، سواء مستلقي او سواء واقف، كام؟ من 10 ل 11 ملم مركري. دي اللي انا بقول عندها البوينت اوف هيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت، هنتكلم عنها حالا، ركزي لان مهم. طيب وطلعنا فوق الهيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت، فوق الابر ابدومن، هتلاقي الثوراسيك فين باربعه، يعني فين في الريكامبنت بوزيشن بقى اعلى من الستاندنج، يعني الحكايه اتعكست. يعني وانا واقف كده
في المنطقه اللي تحت الايه الابر ابدومن بلاقي وانا واقف اعلى من وانا مستلقي. طيب اعلى فوق الهيدروستاتيك انديفرنت بوينت اللي هي اعلى من الابر ابدومن الحكايه بتتعكس. ان وانا مستلقي بتقلع عن ان انا في الايركت بوزيشن. فتيجي تبص كده في الرايت اتريال بريشر هتلاقي البريشر وانت ريكامبنت 2 ملم مركري. لكن ستاندنج بتبقى صفر. طيب اباف ذا رايت اتريال يعني مثلا في النك او في الفينس ساينسز هتلاقيه بقى 2 ملم مركري وانا ايه وانا ريكامبنت بوزيشن لكن وانا واقف بيبقى سب اتموسفيريك يعني بالماينس. ولذلك ركز الملاحظات اللي جايه دي مهمه. بتختلف من شخص لشخص. هتبقى وانت واقف تحت مستوى الابر ابدومن وانت واقف اعلى من وانت نايم. واضحه زي الجدول كده. لو دنيتك واقف مده طويله كده مده طويله ما بتتحركش ممكن يحصل دوالي في رجليه ممكن رجلك تورم. يعني العساكر اللي بيقفوا 24 ساعه خدمه وما بيتحركوش بيحصل لهم يا اما دوالي في رجليهم يا اما برجلهم بتورم. الحلاق اللي هو طول الوقت واقف اغلبهم بيشتكي من دوالي في رجليه. وتحط الحركه بتعمل ايه؟ الحركه بتزود ارتجاع الدم للقلب فبت ايه؟ فبتمنع ان الوريد انه يوسع. طيب يبقى هنا امبرولونج ستاندنج هلاقي هاي بريشر في اللور لمب كوز فيري كوز فيلز اند ايديما. اباف رايت اتريم بلاقي الفينس بريشر سب اتموسفيريك. الملاحظات دي مهمه. النيك فينز ار بارشيالي كولابسد باي اتموسفيريك بريشر لانها نيجاتيف. البريشر ان سوبيريور ساجيتال ساينس اللي في البرين بلاقيها ناقص 10 ملم مركري يعني سب اتموسفيريك. لو جراح بيشتغل نيورو سيرجري وفتح هذه الفين او الفينس ساينس هيدخل هواء يحصل حاجه اسمها اير امبوليزم. ماشي يا جماعه ودي ممكن تبقى فيتال. يبقى بالتالي ملحوظه مهمه اهي اللي احنا قلناها اباف ذا رايت اتريم ذا فينس بريشر بيكم سب اتموسفيريك. هو الستاندنج هاويفر ثوراسيك فينز دونت كولابس بيكوز زي ايه زي ار سراوند باي نيجاتيف انتر ثوراسيك بريشر. ماشي ذا بريشر ان سوبيريور ساجيتال ساينس زي ما لسه قايل ناقص 10 ملم مركري. وبالتالي لو الساينس دي فينس ساينس زي فين صغيره كده موجوده فين؟ في البرين. اثناء السيرجري اثناء النيورو سيرجري واحد جراح مخه واعصاب فتح هذه الساينس بالخطا هتتملي هواء هتشفط هواء فيحصل حاجه اسمها اير امبوليزم فقاعات هواء تمشي في الدم ممكن تسد اي ارتر وتعمل كوارث. ماشي الكلام؟ طيب ركزي بقى خلاص اللي فات ده قوم ركزي يا جماعه يا رونا ده اللي هتقومي تقوليه بعد ما نخلص الجزء اللي عايزاه اللي هنخلصه. السؤال بيتكرر كتير يا جماعه. حاجه اسمها هيدروستاتيك انديفرنت بوينت من اسمها هيدروستاتيك انديفرنت. انديفرنت يعني ايه؟ ثابته غير متغيره. بوينت يعني النقطه اللي عندها الفينس بريشر لا يتاثر بتغيير وضع الجسم ده بالعربي اهو. يبقى هيدروستاتيك انديفرنت بوينت معناها ذا بوينت ات ويتش ده بالعربي ذا بوينت ات ويتش the venous pressure not changed by changing the body posture. طب عرفها تعريف علمي هي عباره عن ترانزيشنال زون. ترانزيشنال زون يعني منطقه معينه تقريبا قد ايه؟ 5 ل 7 سنتيمتر بلوز ديافراج. مش انا قلت في الجدول يا جماعه في الابر ابدومن بلاقي البريشر وانا ريكامبنت زي البريشر وانا ستاندنج تقريبا كام؟ من 10 ل 11 ملم مركري. اهي دية الاريا اللي انا بقول عليها هيدروستاتيك انديفرنت بوينت ترانزيشنال زون 5 ل 7 سنتيمتر بلوزي دايفرام ان ويتش ذا فينس بريشر ماله ان تشينجد او اندبندنت اون بادي بوستشر. يعني لو شخص نايم او شخص واقف مش هيتغير هذا البريشر فيه. وضحت؟ هقولها تاني ركزي يا رونا. عباره عن ايه هيدروستاتيك انديفرنت بوينت؟ ترانزيشنال زون 5 ل 7 سنتيمتر بلوزي دايفرام هويتش ان هويتش او ات هويتش ذا فينس بريشر ريمين كونستنت ثابت اندبندنت اون بادي بوستشر. لو الشخص نايم مستلقي او قاعد او واقف هتلاقي البريشر عندها ثابت الفينس بريشر ثابت. ك
كان يتحفظ فينوس بريشر ات هيدروستاتيك اندفرنت وين من 10 ل 11 ملم ميرك. طيب في حاجه اسمها ديت السير ام سي كيو كتير الحته اللي جايه ده ايه؟ ايه الحاجات اللي تخلي الايه الهيدروستاتيك اندفرنت وين تحصل شيفتنج داون ويرد تنزل شويه يعني هي في الابر ادومن ايه اللي ينزلها في اللور ادومن؟ وايه اللي يعمل لها ابورد شيفت يرفعها للثوركس مثلا؟ نبص على الصوره دي والصوره ب 1000 كلمه. صوره جميله جدا توضح لي الكلام. ده في النورمال ستيت الهيدروستاتيك ده الديافرام فوق اهو، ركزوا يا جماعه. الديافرام فوق اهو. وادا الفيف. الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت 5 ل 7 سنتيمتر بلوز ديافرام، ده النورمال. طب ايه اللي يخليها تنزل ازيد من 5 ل 7 سنتيمتر بلو ديافرام؟ يعني بقت مثلا 20 سنتيمتر بلو ديافرام، ايه السبب؟ تلاحظ ايه السبب؟ مش الانبوبه ده اهي ضيقه، دي وسعت، فلو ميه نفس كميه الميه وانا وسعت الانبوبه الميه تنزل لتحت. فالدايلاتيشن بتاع الفيسل هيخلي يحصل شيفتنج للهيدروستاتيك اندفرنت بوينت داون وورد. او ان الدم نفسه قليل، يعني ممكن ما يحصلش ان الوعاء الدموي وسع، ما يحصلش فينو دايلاتيشن، لكن ايه؟ حصل هايبوفولينيا. يبقى ممكن يكون هايبوفولينيا او فازو دايلاتيشن او زياده في اللور لمب فينز كاباسيتانس، يعني الفين وسع. يعني في حالات الفاريكوز فينز، في الفاريكوز فين الفين وسع. فالهيدروستاتيك اندفرنت بوينت نزلت لتحت. على النقيض من كده ليه يحصل شيفتنج ابورد؟ الوعاء الدموي ضيق فالدم طلع لفوق اهو، او كميه الدم زايد في هايبر فولينيا. يبقى الابورد شيفت ممكن يكون سببه ايه؟ هايبر فولينيا، كميه الدم زايده، او في فازو كونستريكشن الوعاء ضيق، او في لور لمب فين كاباستنس زي حالات السويمنج، الواحد وهو بيعوم وانت واقف في الميه مش الميه ضغط على جسمك كله وضغط على الفينز فمضيقه الفينز، اما تضيقها هتزق الدم لفوق تعمل ابورد شيفت. واضحه ولا اولى تانية يا رونا؟ واضحه؟ كلام جميل. نكمل كده يا جماعه. يبقى خلي بالكم يا جماعه من اهم الاهداف النهارده الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت. يبقى عرفت الديفينيشن، عرفت النورمال فاليو، عرفت اللي بيعمل لها شيفتنج ابورد وداون وورد. السؤال هنا انا قلت لكم في الحاله لو بفرض ان واحده بيجي لها اورثوستاتيك هايبوتنشن لما تكون نايمه وتيجي تقف بتدوخ بيحصل لها هبوط، بتسال الدكتور بتقول والله يا دكتور انا رايحه الاسبوع الجاي اصيف وهنزل الميه، هل ممكن يحصل له الهبوط ده؟ هل يحصل له اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ قال لا لا مش هيحصل. طب ليه؟ انا هفسره هنا. اللي هو اورثوستاتيك هايبوتنشن doesn't occur during swimming. دي ليه؟ بص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه. ده شخص بيعوم اهو، الميه مالها ضغط على جسمه كله صح؟ وضغط على الاورده اللي في رجليه فيزود ايه؟ يعمل ايه في الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت؟ يعمل لها شيفتنج ابورد لحد ما توصل لمستوى مين؟ الرايت اتريان. فبالتالي مهما يتغير وضع الجسم هيظل الفينوس ريتيرن ثابت والكاردياك اوت بوت ثابته والبلاد بريشر ثابت فما يحصلش هايبوتنشن. يبقى تاني نقراها بسنه سنه. ديورنج سويمنج There is decreased capacitance of lower limb veins by compression of the surrounding water. اهو ضغط الميه ضغط عليه من جميع الجهات. سيؤدي الى شيفت للهيدروستاتيك اندفرنت بوينت ابورد تو ذا ليفل اوف ذا ايه؟ رايت اتريان. فهيبقى في كونستانت سنترال فينوس بريشر وفينوس ريتيرن وكاردياك اوت بوت وارتيريال بلاد بريشر على الرغم من تغيير وضع الجسم اثناء العوم. يبقى بالتالي مفيش اورثوستاتيك هايبوتنشن. وضحت يا جماعه؟ اقولها تاني؟ اقولها تاني. واضحه؟ تمام. يبقى انا كده وانا بتكلم في الهيدروستاتيك اندفرنت بوينت يهمني اعرف ديفينيشن فينوس اسمها فينوس بريشر ات هيدروستاتيك اندفرنت بوينت شيفتنج اوف هيدروستاتيك اندفرنت بوينت سواء داون وورد او اب وورد وليه مفيش اورثوستاتيك هايبوتنشن ديورنج سويمنج. واضحه يا رونا؟ كلام انا بسال رونا ليه هي اللي هتقوم تقول لنا الموضوع بتاع الهيدروستاتيك different point. ما احنا هنخفف موضوع الدوالي بمعنى انك مضاعفاته قصدك.
ما احنا بنعمل ايه للدوالي؟ بناخد لها علاج يا اما كونستريكشن او بنلبس شراب ضغط علشان ايه ما يبقاش واسع والدم يتكون فيها فيحصل هايبوتنشن. كلام جميل. طيب النقطه اللي بعد كده ميكانيزمس ايد فينس ريتيرن ان ستاندنج بوزيشن اجينست جرافيتي. بص على الصوره دي، ليه الدم بيرجع اجينست جرافيتي بسهوله؟ اول حاجه اتفقنا ان في ايه؟ اول حاجه الفين زي الارتري في حاجه اسمها فازو كونستريكتور تون. ففي فينو كونستريكتور تون فين؟ في الجدار بتاع الفين، بتحافظ على الفين سيمي كونستريكتد، فتزود الفينس ريتيرن للقلب. دي اول حاجه. الفين بلاقي حواليها سكيليتال ماسل بالذات البريفرال فين في اللور لمب، فبتعمل ايه؟ الكونتراكشن بتاع الماسل بيعمل ايه؟ فينس بامب، بيزق الدم كده ناحيه القلب يزود الفينس ريتيرن. مع الكونتراكشن بيزيد الفينس ريتيرن، ومع الريلاكسيشن الصمام بيمنع ارتجاع الدم. ثالث حاجه مهمه جدا حاجه اسمها ثوراسيك بامب. اما نيجي ناخد الريسبيريشن هتعرف ان في حاجه اسمها الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو الانترا بلورال بريشر، بيبقى دايما نيجاتيف سواء مع الانسبيريشن او مع الاكسبيريشن. بيشفط الدم يعني بيزود الفينس ريتيرن. في حاجتين غايه في الاهميه بيتسالوا ام اس كيو يا جماعه، اللي هي حاجه اسمها اللي هي كاردياك بامب اللي هي منها جزئين، حاجه اسمها اتريال ساكشن وحاجه اسمها فنتريكولار ساكشن. يبقى في حاجه اسمها كاردياك ساكشن ان القلب بيشفط الدم فيزود الفينس ريتيرن، بقسمها لحاجتين. اتريال ساكشن يعني الاتريال يشفط الدم. طب في انهي مرحله؟ ديورنج الرابيد ايجكشن فيس. ركز معايا كده، في الكاردياك سايكل مع الرابيد ايجكشن فيس الدم اللي في الفنتريكل بيقل، صح ولا لا؟ فهيخلي الصمام بتاع القلب، بص على الصوره دي، مع الماكسيمم ايجكشن فيس. ركز هنا كده، ماكسيمم ايجكشن فيس يعني الاورتيك فالف فتح فالدم هينضخ، فالفنتريكل هنا الدم اللي فيها هيقل، فالرايت اتريوم والليفت اتريوم هنا هيوسع، صح؟ فالبريشر اللي جواه يقل فيشفط الدم، يبقى اسمه كارد اسمه اتريال ساكشن. اما البريشر في الرايت اتريوم يقل الفينس ريتيرن يزيد. مش احنا قلنا الفينس ريتيرن هو الفرق ما بين المين سيستميك فيلنج بريشر اللي هو يعتبر فينيولار بريشر مجازا، والسنترال فينس بريشر. لما يقل السنترال فينس بريشر الفينس ريتيرن يزيد، فده بقول عليها اتريال ساكشن. بيحصل في انهي مرحله انه بيتصير ام اس كيو؟ بيحصل في الماكسيمم ايجكشن فيس. طب في حاجه اسمها فنتريكولار ساكشن. بص على الصوره دي يا ابني، ادي الاتريال ساكشن اثناء الرابيد ايجكشن فيس، الدم بينضخ اهو، الاتريال هيوسع فهيقل البرجر جواه فيشفط الدم يزيد الفينس ريتيرن. طب الفنتريكولار ساكشن بيحصل اثناء الرابيد فيلنج فيس. في الرابيد فيلنج فيس ايه اللي بيحصل؟ مش الايفي فالف فاتح؟ اما يفتح والدم يبدا ينزل ايه اللي هيحصل؟ ان هيسحب الدم فهيقلل بردك البريشر في الرايت اتريوم في الرايت اتريوم فهيشفط الدم زياده ولا لا؟ يبقى اسمها فنتريكولار ساكشن. سحب الدم بواسطه الفنتركل ادى الى سحب الدم من البريفري عن طريق الرايت اتريوم، يبقى اسمها ايه؟ اتريال ساكشن. يبقى اما اجي اقول لك الفورسز او الفاكتورز او الميكانيزم، لان دي تسال سؤال قصير، ميكانيزم الذات ايه تساعد الفينس ريتيرن ان ستاندنج بوزيشن اجينست جرافيتي؟ الواحد واقف كده ليه الدم بيرجع للقلب؟ تقول لي اولا نتيجه الفينو موتور تو، ماشي، ثم الماسل بامب، ثم الثوراسيك بامب اثناء الانسبيريشن بلاقي في نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر بتشفط الدم، ثم الكاردياك ساكشن القلب بيشفط الدم عن طريق ايه؟ الاتريال ساكشن اللي هو اثناء الماكسيمم ايجكشن فيس، والفنتريكولار ساكشن اثناء الرابيد فيلنج ايه؟ فيس. طيب الفاريكوز فين؟ فاريكوز فين معناها ايه؟ سببها ايه اصلا؟ برولونج ستاندنج وزاوت موف. لو الواحد دمه واقف مده طويله من غير ما يتحرك الفين هيوسع والفالفز تتدمر تبقى انكومبتنت، فيحصل ايه؟ بقى دايليتد فيز. يبقى اهو برولونج ستاندنج وزاوت موفمنت هيؤدي لان الايه؟ الفالفز اوف فيز اوف لور لمب مالها ديستروي انكومبتنت،
والفالف بقى بص كده الفين بقى شكله عامل ازاي يا جماعه؟ بقى دايليتد. هيأثر في ايه؟ البلاد فلو تو ذا هارت هيقل، يعني الدم اتجمع في حصل بولينج اوف بلاد ان ذا لور ليمب، فالدم اللي رايح اللي راجع للقلب قل، الفينس ريتيرن هيقل. تاني حاجه فينز اوف لور ليمب دايليت اند بيكام فيلد وذ بلاد، يبقى الدم هيتجمع، الفين وسع فهيتجمع فيه دم كتير فيقلل الفينس ريتيرن. تالت حاجه بريشر ان ذيس فينز رايز، البريشر اللي جوه الفين ده بقى انت جمعت فيه ميه دم كتير فالبريشر جواه يعلى، فالشخص يبقى عرضه ان رجله تورم ويحصل مشاكل وكوارث. زي ايه كمان؟ الكابيلاري بريشر از انكريز اند انكل ايدينا از اوكي، لان دلوقتي انا لما اجمع الدم في اللور ليمب ايه اللي هيحصل؟ بص على الصوره دي، انا هنا دلوقتي لو ارتريول اهو وادا كابيلاري وادا فينيول، الفين وسع وزاد الدم فيه زاد البريشر فيه، هيعمل ايه؟ هيعمل باك بريشر على الكابيلاري، فالكابيلاري ده هيك هيزيد الفلتريشن فيها فيتكون فلويد في الانترستيشن هنا اللي هو التورم ايدينا. يبقى تاني الفاريكوز لين بتنشا نتيجه ان الواحد يقف مده طويله من غير ما يحرك رجليه، الصمامات بتاعه اللور فينز ده ايه او البريفرال فينز هتبقى انكومبتنت، يعني هتسرب الدم، فيحصل ايه؟ الفين يبقى دايليتد انكومبتنت فالف، البريشر جواها يعلى، الكابيلاري بريشر يعلى فيزيد الايه؟ الانكل ايديما او اللور ليمب ايديما. هو لو حصل دوالي والحركه سواء حصلت او ما حصلتش دي اساسيه لازم يتحرك. الحركه قبل ما تحصل تمنعها. لو حصلت ما تعملها تمنع انها تزيد. لان في ناس الدوالي بيملى رجلها ويوصل لبطنها كمان. وفي حالات بتلاقي الايه اللي حصل تقرحات في اللور ليمب، تخيل قرحه قرحه كده والوريد بدا يتاكل وحاجات نزيف ومشاكل وكوارث. خلاص طيب اخر نقطه عشان زميلتنا ايه في اخر حاجه بعد ما نقول الاسئله ام سي كيو وغيره، اخر نقطه الفالزالفاز مانوفر. كلمه فالزالفاز مانوفر تسمعنا في الريسبيريشن كتير، لما الواحد يكون ايه عنده امساك ويدخل الحمام تلاقيه بيعمل ايه، او واحده بتولد بيعمل ايه؟ سترين، بتحزق، اللي هي الحزقان ده يعني معناها بتعمل ايه؟ فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس، يعني ايه؟ بتعمل بتاخد زفير وبتكتم النفس، يعني الدكتور لسه يقول لها ايه؟ ما بتقعديش تصرخي اكتم النفس، تكتم النفس يعني ايه؟ يعني تاخد فرصه يقول لها اعمل الزفير خدي نفس شيك وبعدين اعملي زفير واكتم النفس علشان تعمل سترين. تخيل واحد بيحزق عنده امساك وبيحزق، فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس، ايه اللي بيحصل؟ يبقى هنا اهو فالزالفاز مانوفر، ركز انا محتاجه فيه فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد ايه؟ جلوتس. الجلوتس اللي هي الايه؟ الحنجره، مدخل الجهاز الايه؟ التنفسي، مدخل الجزء بتاع اللارنكس. زي ايه؟ الراجل اللي بيشيل حديد، مش بتلاقيه بيشيل حديد كتير كده بيقعد يقتل كده وهو بيشيل او بيعمل فالزالفاز مانوفر بيحزق، هي في كلمة ماشي؟ طيب تأثيرها إيه؟ قال لك خلي بالك الفالزالفاز مانوفر بترفع الانتراسوراسيك بريشر أرقام تتحفظ لزائد 40 مليمتر ميركري. نورمالي الانتراسوراسيك بريشر نيجاتيف سواء مع الانسبيريشن أو الاكسبيريشن. مع الاكسبيريشن بيبقى ناقص 4 مليمتر ميركري. مع الانسبيريشن بيبقى ناقص 6 مليمتر ميركري. مع الفورسد اكسبيريشن أجينست كلوزد جلوتس اللي هو الفالزالفاز مانوفر بتبقى زائد 40 مليمتر ميركري. الارقام بتتحفظ. يقول لك انتراثوراسيك بريشر ديورنج فالزالفاز مانوفر از، ويجيب لك ارقام يبقى كام؟ زائد 40 مليمتر ميركري. طب ايه التغيرات اللي بتحصل؟ لو واحد ركز معاك اللي جايه دي. لو واحد دمه عامل ايه؟ يحزق كده لازيد من 10 ثواني. كتم نفسه ازيد من 10 ثواني وبيحزق جامد، يعني اللي بيشيل حديد دوت ودمه كتم نفسه وهو بيشيل كده 10 ثواني، ازيد من 10 ثواني. ايه اللي هيحصل؟ شوف التغيرات اللي هتحصل. اولا يبقى اف ذيس مانوفر كونتينوس فور مور ذان 10 سكند او فور 10 سكند انيشالي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سكويزنج اوف لانج فيسل. بص يا ابني ركز معايا، احنا عندنا الشيست زي ما هناخد ان شاء الله في جزء الريسبيريشن، البريشر جوه الثوركس او جوه البلورا نيجاتيف صح؟
لما انا بعمل فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد بلوتس بدا يبقى بوزيتيف زائد 40. فايه اللي هيحصل؟ لو تخيلنا ده خرطوم في ميه، هو اوريدي في ميه، وانا جيت قمت ضغطه مره واحده، اما اضغطه مش الميه هتمشي؟ يبقى انيشيالي في البدايه نتيجه زياده البريشر ده اما اضغط هيزيد الفينس ريتيرن مؤقتا ويزود الايه الكارديال اوتبوت والاورتيك بريشر. يبقى اول خطوه ان نتيجه زياده البريشر بقى بوزيتيف هيزود الكارديال اوتبوت والفينس ريتيرن. طب الخطوه الثانيه ركز في دي مهمه لان محتاجه فيه. انا جنتني ضغط نتيجه ان البريشر عالي اتسد، بقى في فينس ريتيرن؟ ما بقاش في فينس ريتيرن. فالمرحله الثانيه ان هيحصل ايه؟ اهي الخطوه الاولانيه زاد الايه؟ الفينس ريتيرن وزاد الاورتيك بريشر. المرحله الثانيه نتيجه ان انا لسه قافل الايه؟ عامل كومبريشن على الفين، لقيت ان الفينس ريتيرن قل والاورتيك بريشر قل. طيب بعد ال 10 ثواني انت جرب كده، اكتم نفسك 10 ثواني، اعمل فرصه اكسبيريشن واكتم نفسك 10 ثواني. طب اكتم نفسك على قد ما تقدر دلوقتي، اكتموا نفسكم كده يا جماعه. ها؟ سيب نفسك هتلاقي نفسك خدت شهيق جامد. ديب انسبيريشن غصب عنك. لو كتمت نفسك 10 ثواني بعد ما ترجع تتنفس هتلاقي نفس غصب عنك بتاخد ديب انسبيريشن عشان تعوض اللي راح منك. ده غصب عنك. فبيحصل ايه؟ ديب انسبيريشن. الديب انسبيريشن اللي هو النفس العميق ده هيعمل عكس الفالزلفز، عكس الايه؟ زياده البريشر، هيقلل البريشر، بقى مور نيجاتيف. اما يبقى مور نيجاتيف يعمل ايه؟ ركز معايا، ركز الحته دي مهمه. ادي فيسل اهو، في شويه بلاد. انا دلوقتي عملت ايه؟ خدت ايه؟ نفس عميق. زادت النيجاتيفيتي جوه الثوركس. يعني هتشفط على الجدار بتاع الفيسل، فالفيسل يوسع. اما يوسع الدم اللي فيه يقل، فيقل الفينس ريتيرن، فيقل الكاردياك اوتبوت. يبقى مع الديب انسبيريشن شوف ايه اللي هيحصل. ها؟ هيقل الايه؟ الفينس ريتيرن ويقل الكاردياك اوتبوت ويقل الاورتيك بريشر. طيب بعد شويه انا لسه عامل ايه؟ ركز معايا. انا لسه عامل نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر والفين وسع. اما الفين يوسع هيشفط الدم، الدم هيمشي فيه بقى في المرحله اللي بعد كده. الدم ما يمشي كتير يعني زاد الفينس ريتيرن. اما يزيد الفينس ريتيرن هيزيد الكاردياك اوتبوت، يزيد الاورتيك بريشر. يبقى من الرسمه دي ركزوا يا جماعه. الفالزالفاز مانوفر فرصه اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوت زي حالات الاستريننج، الواحد بيحزق او واحد بيشيل وزن تقيل او واحده بتولد او واحد عنده امساك. قال لك اللي بتعمل الانترا ثراسيك بريشر بتخليه بوزيتيف كام؟ زائد 40 ملم ميركري. لو استمر هذا المانوفر 10 ثواني انيشيالي الاورتيك بريشر بيعلى. ليه؟ نتيجه زياده البوزيتيف بريشر ده بتعمل كومبريشن على الفي فتزود الفينس ريتيرن والكاردياك اوتبوت. استمرار الكومبريشن منع الفينس ريتيرن فهيقل الكاردياك اوتبوت اهو والاورتيك بريشر. في نهايه المانوفر هيتاخد ديب انسبيريشن. الديب انسبيريشن هيوسع الوعاء الدموي فيقلل الفينس ريتيرن فيقل الايه؟ الكاردياك اوتبوت ويقل الاورتيك بريشر. نتيجه ان انا موسع الفيسل الدم هيتشفط، هيزيد الفينس ريتيرن فيزيد الكاردياك اوتبوت ويزيد الايه؟ الاورتيك بريشر. في حاجه اسمها مولرز مانوفر عكس الفالزالفز. الفالزالفز والمولر هنتكلم عنهم تاني في الريسبيريشن. انا قلت المولا الفالزالفز اعرفها عشان بتصير ام اس كيو. الفالزالفز فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس بتكتم نفس اكنك واحد بيحزق خلاص. المولرز العكس ديب انسبيريشن اجينست ايه؟ ها يبقى اهو اوبوزيت عباره عن ديب انسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس. زي ايه؟ زغطه اللي عنده زغطه. بص ديب انسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس. التاني بيحزق فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس. في حاجه اسمها ميريز لو خدناها في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر بيقول لي في انفرس ريليشن شيب ما بين الارتيريال بلاد بريشر والهارت ريت. خدنا حاجه اسمها الادرينالين لما النور ادرينالين نتيجه انه بيعمل سترنج فاردو كونستريكشن بيعمل ايه؟ بيرفع البلاد بريشر بيبقى معاه في فليكس براديكارديا. خدناها في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. ما علينا.
تو سمرايز. خلي بالك انت هتقولي تقولي انا ما نسيتكيش، بس انا بنجز علشان ايه ما ناخدش لو في عندكم محاضره بعد دي طيب، عشان يبقى تلحقي تقولي قبل المحاضره الثانيه. تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه، او اتكلمنا على سنترال فينوس بريشر، الاهداف كلها مهمه يا جماعه، محاضره دسمه، محاضره مليانه. الهيدروستاتيك اندفنت ريت اللي زميلتنا اتكلمنا عنها دلوقتي، اتكلمنا على الميكانيزم ذات ايه فينوس ريتيرن ستاندنج بوزيشن اجينس جارد، مهمه جدا، جت قبل كده وانا طالب، جت لنا واحنا في سنه اولى، فمهم. الفالزالفا النظر جت قريب برضك من يجي سنتين كده، فكرتها واضحه ماشي. ناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو بسرعه قبل ما زميلتنا تقوم تقول لنا اللي احنا كلفناها به. ويتش اوف ذا فولوينج از ا فيتشر اوف فينوس سيركوليشن؟ هل بريشر از هاير ان فينز كومبيرد تو فينيول؟ طيب فينو كونستريكشن ديكريز فينوس ريتيرن، ولا انسبيريشن انكريز فينوس ريتيرن؟ انسبيريشن انكريز فينوس ريتيرن، الاثنين الاولانيين غلط. طيب لو خدنا سؤال ثاني رقم 7، which of the following represents the venous pressure at hydrostatic indifferent point؟ كام؟ 10 ملم مركي، شطار. طب لو قلنا رقم 12، which one of the following is a feature of venous circulation؟ هل الهيدروستاتيك indifferent point is located at the level of atria؟ lower limb veins have no valves؟ ولا veins are capacitance vessels؟ veins are capacitance vessels. ناخد سؤال ثاني رقم 18، which mechanism aids venous return against gravity during standing؟ لسه قايلين محاضرة مهمة جدا على فكرة يا جماعة. هل increase the capillary pressure ولا decrease the muscle pump activity ولا sympathetic veno constrictor tool؟ sympathetic veno ايه؟ constrictor tool. طيب ناخد آخر سؤال أهو رقم 20، which of the following condition is associated with impaired venous return؟ هل regular physical exercise ولا varicose vein ولا increase sympathetic activity ولا high level of carbon dioxide in blood؟ دي يبقى الفاريكوز فين، ده هتقلل الفينس ريتيرن. كده بقت الايه الانسر كي بتاعتنا هي يا جماعه، دي الانسر كي. الحاله كده بقت واضحه، شخص كان قاعد فجاه وقف، حصل ايه؟ اورثوستاتيك هايبوتنشن باعراضه. ديرنج سويمنج مش هيحصل، ليه؟ زميلتنا اتكلمنا عنها حالا، وادي الريفرنسز بتاعتنا، الامور واضحه يا جماعه. يلا يا رونا، خلينا معلش خلي رونا تقول الاول عشان احنا ايه قايلين لها تقول، بعد ما تقول اسال اللي انت عايزه. تعالي يا رونا يلا. تعملوا حسابكم يا جماعه المرات الجايه هنقول ناس تاني. هجيبها لك بس اهي. اللي عنده اي استفسار يسال يا جماعه، بس اللي بيكون الاول تقول لنا الهيدروستاتيك اندفنت بوينت. يلا يا رونا. تعالي اشرحي. يلا يا جماعه ركزوا، لو حد عنده استفسار من رونا بعد ما تقول اسال. يلا يا رونا بص لزمايلك وقول اللي انت عايزاه. ها بص على السلايد يا شاطره وقولي ما تسمعيش، يبقى كام سنتي بالنسبه للدايفرام؟ طيب بص عليها كده وفتي كده وقولي. ها قلت لحد من زميلاتك سالك عشان تحطها؟ طب ماشي ها يلا. بص على السلايد وقولي ما تسمعيش. ها اشرحي كده، اشرحي على الصوره حتى. اسمع يا ابني. ها جدع. زي ايه؟ اشرحي لنا بقى ليه ما يحصلش اورثوستاتيك هايبوتنشن مع السويمنج؟ عايزه تجيبي الصوره هاتيها واقري، ما فيش اي مشكله، براحتك كده ما تخضيش، براحتك خالص، شاطر. ها جدع. ها جدع. ها جدع. ها ممتازه شاطره، سقفوا لها يا جماعه. حد عنده اي استفسار من رونا؟ ها واضحه شاطره يا رونا، ليك 5 جنيه سبوري. المرات الجايه ان شاء الله المحاضره اللي ساعتين هنخلي فيها 2 يوم يقولوا. المحاضره المره دي دسمه جدا والوقت قصير، فكده كويس قوي. استفدت يا رونا ولا ما استفدتيش؟ تمام
النهارده اربعه يا جماعه؟ اربعه؟ اربعه ثلاثه صح؟ سقفوا لها يا جماعه. موفقه يا رون، توفيق ان شاء الله. حد عنده اي استفسار؟ كان في حد عايز يسال في حاجه؟ قول. بتختلف بقى من شخص لشخص.